بالخير عليكم خوتي. صباح الادرينالين. اليوم هو 23/12/2020. كما كتعرفوا كاملين ان هذا القسم العام كيكون فيه نهار قصير، وما عرفتش واش البارح او النهار اللي قبل البارح الحكومه ديالنا علات على حاله الطوارئ، يعني بعد 8 كلشي غادي يبدا يطرق، فالنهار كيزيد في قصار. وحنا كما كتعرفوا كاملين اننا خاصنا نبروفيطيو الماكسيموم من النهار ديالنا، وندوزو احسن الحوايج ونديرو احسن الحوايج في النهار ديالنا. وصراحه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن نديروهم نحسو فيهم اننا بخير ومرتاحين وعجبنا الحال، ونحسو ان النهار ديالنا ما مشاش هكذا. من بين هاد الحوايج كاملين اننا نتلاقاو مع الناس اللي عزازين علينا والناس اللي كنبغيوهم والناس اللي قرابين لينا. داكشي علاش انا اليوم غادي نمشي نتلاقى مع واحد الانسان اللي عزيز عليا بزاف، واحد الصديق ديالي اللي مده طويله هادي ما تلاقيتوش، نمشيو نشوفو ان شاء الله نعرف كيفاش كاين. ولا انا متاكد غادي يدوز السؤال. يلا الفونتاج ديال الترونتينات الكتريك اللي هو ان مويان ترونسبور ايكونوميك اللي كيشتغل بالضبط. كل ترونتينات عندها واحد المده ديال لاشارج، كاين ساعتين كاين ثلاثه كاين اربعه على حسب الكيلومتراج ديال لاباتري. الوغ الترونتينات مفيده بزاف، علاش؟ تقدر تسافر ديها معاك، تقدر ديرها في الكوفر تمشي شي بلاصه اللي هي فهمتي ما يقدرش يوصل ليها الطاكسي ولا شي حاجه بحال هكا، تقدر تنقل بها. انا هاد الروتينات ساعدتني بزاف في التنقل، ممكن يلا بدا الكونفينمون لقيتها وسيله الصراحه اللي هي مفيده بزاف، اللي ساعدتني كنتنقل بها نمشي بها للخدمه يوميا. هاد الروتينات كتوفر على فرانات هيدروليك زائد موتيسور افون اريير زائد كلاكسون زائد سينيالات ديال البوش ادغوال. دابا هضرتي لنا على الاضاءه، ولكن بالنسبه للور للناس اللي كيكونوا جايين من موراك، كنعرفوا بزاف الناس وخاصه بالليل
كيكون كاين اللي ما كيشوفش مزيان عنده ضعف في النظر وهذه واش كاين شي احتياطات كتاخذ ليه؟ بالنسبه لي انا شخصيا كنستعمل هذا الجيلي هذا اللي هو كيساعدني بزاف في الليل كيتوفر على جهاز التحكم موصل عبر البلوتوث هذا الجيلي هذا كتعطي اشاره يمين يسار اشاره توقف زائد اضاءه اللي كتكون مرئيه بزايد بالليل يعني حنا دابا بالنهار وكما كتلاحظوا وكيبان وكيتبان الاضاءه ديال هذا الجيلي هذا زائد انه كيتشارج بيو اس بي يقدر يدوز لك اسبوع استعمال يومي يقدر يدوز لك اسبوع بالنسبه للسلبيات انه هذه مازال ثقافه جديده هنايا في المغرب مازال مازال ماشي شي ثقافه اللي هي كورون الوغ بالنسبه للانسان نصيحه اللي يبغي يشري شي تروتينيت ياخذ شي تروتينيت اللي هي تكون فيها زعما شي تروتينيت اللي يكون فيها وسائل السلامة يكونوا فيها الفرانات مزيانين روايط شوية كبار وتكون متسعة ما تكونش تخوتينيت اللي هي صغيرة ويلتزم بقواعد السلامة زعما من يكون غادي في الطريق يمشي يتمشى بشوية تكون عنده واحد السرعة البديهة يعطي الأسبقية زعما يكون واحد المثال اللي هو مثال جيد باش الناس تشوف هذيك الفاتينه تاخذ عليها واحد النظره زوينه وتبدل ليها النظره ديالها ما بقاش يقولوا الناس بان راه هادشي ديال الدراري الصغار ولا شي حاجه اللي هي بسيطه ولا هذاك بالعكس هي شي حاجه اللي هي عمليه وهادي تفيد بزاف الناس سنون ماشي سنين دابا ما تعطينيش نجرب تخوتينه بيان سير كلشي ديال راه كتقرا ملي كنقول لها تخوتينه خاصني نقول لها سكوتور خاصك اون فوا ايسيي لي سكوتور لو سكوتور الكتريك غادي نجرب بسم الله يلا توكل على الله ندير الكاسك لا بلا انا عرفتش نتو دابا انا بيني وبينك راه بزاف الناس اللي كيتابعونا وكيعرفوا شنو كندير ما كنلبش الكاسك بزاف حيت كيديرونجيني مع انا عارف واحد ها انت حر نكلف ما حر ولكن هو صراحه ملي خاصك تكون كما قلتي خاصنا نكونوا بيان ايكيبي تاخذ جميع الاحتياطات السلامه ديالك ولكن انا كيديرونجيني الكاسك المهم دابا حنا غير هنا انت غير حيت تسيي ما شافنا حتى شي واحد مشكل ماشي مشكل اخي هو توكل على الله صافي بون انا شوف واخا شادي انا راه بغيت ندير ما جاش قدو الكاس الاحتياطات ديالي ولكن هذا جهدي للاسف للاسف الشديد الجير رقم واحد يعني هذا ديال البدايه الجير رقم جوج والجير رقم ثلاثه دابا انت غادي غتبرك على الجير رقم واحد باش غادي تنطلق الجير رقم جوج غتبقى غادي بواحد لافيتاس صغير والجير رقم ثلاثه فيها فيتاس عاوتاني زايده والفرانات هما هادو تفراني بجوج بشويه بشويه اش كتصور؟ ليتس جو اه دو سكوند تروا دابا خاصني ندفعها دفعو كسيري شويه كسيري شويه كسيري كسيري فوالا فوالا تبارك الله عليك اخ وهيب اول تجربه لك تبارك الله اول مره كنجرب اول مره يا سلام داكشي سلام داكشي حلو دوز الكير رقم جوج باش تجي بسرعه ويلكم باك الله يخليك يا سلام صحتك بيكي المسائل اه بيكي ضروري صافي نعاود هنا نستوبيها من هنا اه تستوبيها من تماك تبارك الله عليك الاخ شحال دابا تعطيني 10 على 10 تبارك الله عليك
وتجري بالك وسكتيها بسهوله. في الاول قلت ربما من لا 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 تمكنتي من عندي مثال هذا لي موديل هذا طرومبلانات وهذه سكتاتي باش غنضربها القراصيف الجديده ولكن بخير لا مزيان لا مزيان يعني ماشي شي حاجه صعيبه ماشي شي حاجه شي حاجه اللي كتشجع والله العظيم انا في الاول قلت ربما لا 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 اي واحد يقدر يقدر يتصوب فهمتي كيستيون دابيتيد الولف هذه تولفها وسهله زعما في السياقه وهذا اخويا راه تبارك الله جيف مي هاي فايف هاد المكنسه الصغيره هادي كنستعملوها باش تنظيف هاد الكريك باش كيبقى حاله جيده This is the end my only friend هذا الاخر ديال هذا الفيديو اخوتي صراحه وبدون شوف لا ما بقى نعاودو نفس الهضره الصواب ديال الوالدين بدون منازع والله الا دوا سوقيته زوينه بزاف الصبحيه يا سلام راه هكذا كنلقى راسي بزاف ملي كنكون مع الناس اللي عزازين عليا كنحس الوقت كيدوز بالزربه صراحه دوزنا نهار زوين دوزنا نهار زوين تحدثنا بزاف ديال المواضيع بزاف الاستفاده هاد السيد راه سلعه نادره حاولوا تحافظوا عليه الله يرحمه هو ماشي بقى المكيلك هنا دابا الصراحه قال هو كنعرفك منذ سنين كنعرفك سبحان الله تبدلت شي حاجه ها لا لا ما خلت تبدل شي لا خيط السر ولا هذيك السخره هذيك السر والو واخا تخيط ولكن باقي في الصاله هو باقي هو الله يحفظك خويا سعيد انا والله العظيم دوز معاك وقيته زوينه الحمد لله ولكن مازال نتلاقاو ان شاء الله هذو مازال غادي نديرها عاوتاني شي حاجه زوينه ان شاء الله يلا خوتي ما نطولوش عليكم شكرا نشوفوا فيديو جديد مع السلامة مع السلامة باي